الله أكبر الله أكبر. كلنا كبرنا على عشقه وحبه، مع أن لا شفناه على أرض الواقع ولا زرناه شخصياً. تحول مع الزمن من مسجد لرمز وحالة تجمع وتوحد بين المسلمين رغم اختلاف جنسياتهم، وصارت زيارته والصلاة فيه حلم لملايين العرب. لا إله إلا الله. لكن عمرك سألت نفسك منو اللي بناه وليش يمتلك كل هذه الأهمية التاريخية والدينية عند العرب والمسلمين؟ إذا نظل نتكلم لين باكر عن قيمة مسجد الأقصى عند المسلمين ما راح نخلص. المسجد اللي كان حاضر بقوة بكل تاريخ فلسطين من آلاف السنين وحتى يومنا هذا، وكان القبلة الأولى للمسلمين قبل المسجد الحرام مكة المكرمة وثالث الحرمين. انبنى المسجد الأقصى على سفح جبل بمدينة القدس، وكان اسمه قديما بيت المقدس، يعني البيت اللي يتطهر فيه المؤمن من الذنوب، وسمي بعدين بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام، فكان أبعد مسجد عن أهل مكة ولهالسبب سموه الأقصى. أما تاريخ بنائه فكل اللي نعرفه هو المعلومات اللي انذكرت بحديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن بناء المسجد الأقصى كان بعد بناء الكعبة بأربعين عام. اختلف المؤرخون وتضاربت الروايات التاريخية عن أول شخص بنى المسجد، منهم من قال الملائكة بنته، ومنهم قال سيدنا آدم أو يعقوب، ومؤرخين قالوا سيدنا إبراهيم الخليل. رغم اختلاف الروايات تظل رواية سيدنا آدم هي الأكثر منطقية وقابلية للتصديق. يقولون المؤرخين أن آدم ما بنى المسجد بالشكل اللي نعرفه اليوم، هو بس حدد مساحة المسجد وحدوده، وأن اليابوسيين سكان القدس القدماء هم بنوا الجدار الجنوبي للمسجد عام 3000 سنة قبل الميلاد، وقبلهم ما كان في ولا أي خبر أو أثر عن القدس بكتب التاريخ. وبعد مدة جاء النبي إبراهيم بنى المسجد، صلى واستقر فيه، ومن بعده إسحاق ويعقوب عليهم السلام. خلال سنوات وقرون مر على القدس أقوام وايد، الفراعنة، بعدين سيدنا داود مع بني إسرائيل اللي عاد بناء المسجد ووسعه، وبعد استلام سيدنا سليمان الحكم عمره مرة ثانية، وظل المسجد ينتقل من حكم لحكم لحد ما تحرر بعهد عمر بن الخطاب من الحكم الروماني. وبعهد الخلافة الأموية شهد المسجد الأقصى أكبر عملية توسعة، وتم بناء مسجد القبة الصخرة، المسجد اللي في وايد ناس يخربطون بينه وبين المسجد الأقصى لين اليوم. المسجد الأقصى بالنسبة للعرب والمسلمين مو بس حجارة قديمة ومآذن تاريخية، المسجد الأقصى هو ثالث الأماكن المقدسة أهمية بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو المكان اللي أسرى الله برسولنا الكريم إليه، والمكان اللي جمع الأنبياء ووحد الطوائف والأديان. القدس والأقصى راح يظلون بقلوبنا للأبد. خلونا نشارك قصة المسجد الأقصى تاريخية، ونشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة.